السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفائي، ومع حلقة جديدة ومنوعة من برنامج عم فرحان. جمعة مباركة عليكم بالخير والبركة. أحب أهني كل أطفالنا الحلوين والتلاميذ اللي نجحوا بالعام الدراسي الحالي وانتقالهم إلى مرحلة أخرى، وأيضا أحب أقول كل التوفيق والنجاح للطلاب البكالوريا، إن شاء الله التفوق الدائم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك عم فرحان؟ يا أهلا وسهلا. الحمد لله. يا أهلا وسهلا بكم. شلونك عم فرحان؟ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك. نعم أصدقائنا الأطفال الحلوين، نبدأ فقراتنا الجميلة لكن نشوف الفاصل ونرجع لكم من جديد. وتحقق الحلم. أصدقائي في فقرة القصة، موضوع قصتنا لهذا اليوم عن الغرابان الخاسران. في غابة جميلة سمعت الحيوانات صوت شجار غرابان واقفان على غصن شجرة عال، فاقترب الثعلب المكار ليعرف سبب الشجار، وما إن اقترب حتى سألهم هذا السؤال وقال: ما بالكما أيها الغرابان؟ فأجابه أحد الغرابان: اتفقنا أنا وهذا الغراب على أن نقسم قطعة الجبن بالتساوي ونأكلها فيما بيننا، ولكن هذا الغراب الأحمق يود أن يأخذ أكثر من نصيبه. فأجابه الثعلب المكار وهو مبتسم: ما رأيكما بأن أساعدكما بتقسيم هذه القطعة وسأكون عادلا؟ فأجابه الغرابان بعد أن نظرا إلى بعضهما وقالا: نحن موافقان، وافقوا يا أصدقائي على هذه الخطة. وما أن قسم قطعة الجبن يا أصدقائي إلا وقال: يا إلهي، لقد أخطأت في تقسيمها، فالقطعة الثانية تبدو أكبر من القطعة الأولى، سآكل من القطعة الثانية حتى تصبح متساوية مع القطعة الأولى، فالعدل هو الأساس. فأكل من القطعة الثانية حتى أصبحت أصغر من القطعة الأولى، فقال: أنا أعتذر منكم أيها الغرابان، سآكل من القطعة الأولى حتى تصبح متساوية مع القطعة الثانية. وظل على هذا الحال حتى أكل قطعة الجبن كاملة ونجح في خطته وفر هاربا من الغرابان. وتعلم الغرابان في ذلك اليوم بأن يحلان مشاكلهما بنفسهما دون الاستعانة بالثعلب الشرير. انتهت قصتنا يا أصدقائي، أتمنى تكونوا استفادتوا واستمتعتوا منها. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. نعم. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. جميعا أهلا عم فرحان، حياكم الله. يا أهلا بيك. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله يا أهلا وسهلا بها فرح وسرور دوما. يا أهلا بيكم. شكرا. نعم أصدقائنا الأطفال الحلوين، عندنا هسه مشاركة، إجا مهدي واكتمل العدد. أول اتصال منه زينب. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا صديقتنا.
نعم صديقتنا زينب، شنو اسم بابا بأي صف انتي؟ الو زينب نص صوت التلفزيون. زينب شنو اسم بابا بأي صف انتي؟ ثائر. تمام بأي صف؟ ثاني. صف الثاني نعم. موفق ان شاء الله. يلا نشوف السؤال ان شاء الله. نشوف السؤال ان شاء الله. سؤال سهل حتجاوب عليه صديقتنا زينب. ما هو اول شيء بناه الله عز وجل؟ ما هو أول شيء بناه الله عز وجل؟ نعم؟ الصوت ما واضح زينب، عيد الإجابة؟ ابتعد عن التلفزيون. الكعبة. الكعبة، نعم أحسنتي، إجابة صحيحة، بيت الله. يلا عمو فرحان تأخذ مشاركة. نعم نسمع المشاركة. نسمع المشاركة صديقتنا. الو للاسف اصدقائنا دائما نص التلفزيون واسمعونا من التليفون. حتكون اتصال واضح صحيح. نعم اكيد وهذا اتصال مع مهدي. فاطمة من كربلاء، السلام عليكم فاطمة. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله كل الهلا. فاطمة شنو اسم بابا وبأي صف انتي؟ فاطمة أحمد صف الثالث من جهة الرابع. يا الله موفق ان شاء الله، كل التوفيق والنجاح فاطمة أحمد صف الرابع. يا ربي ان شاء الله كل التوفيق. خلينا نشوف سؤالنا على الشاشه، سؤال كل سهل ان شاء الله يكون. نعم يلا ثواني. والسؤال، ما هو الشيء الذي يلف حوالي نفسه طوال الوقت؟ ما هو الشيء؟ نعم الذي يلف حوالي. نعم احسنتي، الساعه، اجابه صحيحه. نعم كانت إجابتك موفقة، أحسنتي فاطمة، تفضلي بالمشاركة. في المحبوبي وخدمته ترفع الراس، أنا والله ما يهمني إيش قالت الناس، والمهم ترضى أنت عني ويرضى عباس، نار ما تبرد بارك الله بيكم. يا من الله وحفظه، احسنتي، شكرا جزيلا، مشاركه جميله، بارك الله بيك. نعم نعم عندنا اتصال اخر ان شاء الله. فاطمه من بابل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فاطمة، شلونك؟ خير الحمد لله. إن شاء الله يا ربي دوما وبخير والحمد لله. فاطمة اسم بابا أحمد صح؟ صح. نعم أهلا وسهلا بيك، أنت بأي صف؟ أول متوسط. كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. جاهزة نشوف السؤال؟ إي جاهزة. إن شاء الله ننتقل عن وياك على الشاشة ونشوف السؤال، إن شاء الله سهل تجاوبين عليه. نسمع السؤال من عمو فرحان. نعم السؤال يقول، ما هو الشيء الذي يكون أخضر في الأرض وأسود في السوق وأحمر في البيت؟ شاي. الشاي. أحسنتي، إجابة موفقة وصحيح. يلا يا فاطمة شنو محضرة مشاركة؟ نعم. يا مهديك اليوم أرفع إيدي شمسك يا مولا صانت عليك، أنا إليك يا ابني الحسن مقعدي، اللي لحق سيدي ضجيك، بكل شبر يلفون صار شو غابرية، هنا طفل مذبوح هنا شمس بيه، يوم يا حدا يحدي الضعينة، شمسك يا مولاي طالت عليك يا أبا صالح. اللهم عجل ظهور وليك الفرج. أحسنتي، شكرا جزيلا للمشاركة الجميلة.
وعندنا اتصال آخر، فاطمة من كربلاء. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك فاطمة؟ الحمد لله. إن شاء الله يدومك بخير والحمد لله. شنو اسم البابا وانت بيعصا؟ فاطمة حسين جابر، أنا الصف الرابع، عمري 9. إن شاء الله العمر كله. صديقتنا الوردة، يا أهلا وسهلا بيك. جاهزة نروح نشوف السؤال؟ نص صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون وخلينا نروح ونشوف السؤال مع معصومة. نعم، ما هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. أحسنت، صحيح، إجابة موفقة. أحسنت يا وردة، وهسه سمعينا مشاركتك الجميلة. صديقتنا فاطمة، نص صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون وسمعينا مشاركتك. يلا فاطمة، مشاركة؟ للأسف انقطع الاتصال، بس أهم شيء اسمك تخليانا بالقرعة، مو يا عم فرحان؟ نعم. أصدقائنا الأطفال، حنروح فاصل ونرجع لكم من جديد. يلا فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أصدقاء برنامج عمو فرحان الذي عودكم على فقراته المنوعة. اليوم سنقوم معا برحلة ممتعة إلى أرض العجائب، والتي أوصانا ديننا بالرفق بها، وحثنا الله سبحانه وتعالى على الاستفادة من أساليبها كالتخفي والاندماج في البيئة أو حماية نفسها وصغارها من الأخطار المحدقة بها بطرق مختلفة. ما الحيوان الذي سنزوره اليوم؟ دعونا نرى. لونه الأزرق يجعلكم تلتفتون إليه أينما كنتم، وأما المزيج بين الأزرق والمنقار الأصفر فيجعله يبدو طائراً مرحاً ومريحاً للنظر إليه قرب الأشجار الخضراء. إنه من الببغاوات الثمينات التي لا يمكن لأي شخص اقتناؤه إلا إذا كان مهتماً لوضعه تماماً، أي الحفاظ عليه في مكان كبير ومناسب، مثلاً تحديد غرفة بأكملها للمكاو، وليس قفصاً فقط، بالإضافة إلى تمضية وقت طويل معه كصديق مقرب لا ينفك عن صاحبه، وإلا لن يدوم له هذا الوسيم كثيراً، وسأخبركم لماذا. صديقنا الأزرق يأتي من البرازيل والمكسيك وأمريكا الجنوبية، ولا يتميز بصوت عذب، إنما بشخصيته المرحة الاجتماعية والمظهر الجميل، وهذا المظهر يجعله أكثر عرضة للصيد للاستفادة من ريشه النادر للتجارة، وهذا ما أدى إلى تناقص أعداده في الطبيعة. لكن بدأ البرازيليون بالاهتمام بهم وببيئتهم والتحدث مع مالكي المكاو لتثقيفهم وزيادة وعيهم حول كيفية العناية بصحتهم لضمان استمرارية هذه الفصيلة. من الأسباب الجديرة بالذكر حول تناقص أعداد المكاو هو أن صغير المكاو يستغرق وقتاً طويلاً، أي حوالي 13 أسبوعاً، ليتمكن من ترك العش والاعتماد على نفسه، رغم أنه لا يستطيع أن يستقل كاملاً ليصبح مكاواً بالغاً إلا بعد 6 أشهر من ولادته. والمكاو يجب أن يبلغ 7 سنوات حتى يستطيع أن يتكاثر، لكن الجميل أنه إذا استطعنا أن نهتم بصحته وسلامته جيداً فيمكن أن يبلغ حوالي 60 سنة من عمره.
ولكي يكون قوياً نشيطاً يجب أن يتغذى على المكسرات وثمار أشجار النخيل وجوز الهند مع الفواكه والخضار، فهو يملك منقاراً معقوفاً يمكنه من كسر البذور والقشور الصعبة. وهكذا نرى أنه طائر ذكي حذق، للمكاوي شعبية كبيرة، فقد حصل على المرتبة الرابعة من حيث الانتشار في العالم بعد الكلاب والقطط والأسماك. بما أنه طائر اجتماعي ومحبوب لا يحب تركه وحده، لأن ذلك يشعره بضجر ويبدأ بأنكم أحببتم هذا الطلقات المزعجة، وهذا يدل أنه يشعر بكآبة وهي مرحلة محزنة. أتمنى أنكم أحببتم هذا الطائر القوي اللطيف الذكي الحساس. أترككم في أمان الله. مرحبا أصدقائي، الآن سيأتي سرحان المعرفنشي. عليكم السلام ورحمة الله. يا وسهلا. يا أهلا وسهلا. صبحتكم. الحمد لله. تشارك أخباركم؟ الحمد لله بخير. حلو. جنجي عبالك ما جيت؟ لا تو مبدع. شكرا. شهادتي بيك مجروحة. ايه منو مجروحة؟ ايه. تعال بعد أودي أرى الطبيب. هو أنا ما كنت صحي منه. يلا وين انجرحت؟ مناسبة بيبي الشهادة معلقها مو. وين انجرحت؟ الشهادة. ادي شلون انجرحت؟ مو جاي يطلع بالباب؟ اي فخطيه هيك بالباب انشفت. اي نعم. صعد خلنا نروح وديه. لا وين اصعد؟ ما راح اجيب دكتور. خل اجيبها من البيت، مو قلت لك معلقها هسه. هي شنو هي؟ الشهاده. الشهاده شلون تنجرح؟ الشهاده بيك مجروحه يعني هيك. اطلعوا فاصل. خل اطلع فاصل. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. مشاركة الأصدقاء يا أهلا جميعا. أهلا بكم. نعم عندنا اتصال. يلا عندنا اتصال. تبارك من برا. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا وسهلا صديقتنا تبارك. صديقتنا تبارك شنو اسم بابا؟ تبارك عدي. تبارك عدي يا تاف سادس. يا لو تاني تعرفين أني منو؟ يعرفك. منو؟ أنت سرحان. شلون عرفتني؟ مو بس سرحان، معرفنتي أنا. معرفنتي إيه؟ إيه. شلون عرفتني؟ أنت مشهور. مشهور؟ يا سلام. يلا خلينا نشوف السؤال. يلا سؤال. ما هو الشيء الذي سرحان شنو رايك تقرا السؤال؟ ما هو الشيء الذي يطير طوال النهار لكن لا يذهب الى اي مكان؟ لغز. شنو؟ اختيارات؟ شنو عندك اختيارات سرحان؟ لا دقيقة وانا اعرف الاجابة. غيوم. اختيارات. غيوم صح؟ ما هو الشيء الذي يطير طوال النهار؟ السؤال صار السرحان. لا يذهب الى اي مكان؟ يمكن الغيوم. والله أنا شو تعرف الإجابة بس أنا نسيته. نساها يا عادي. أسمع السؤال. خلينا نغير السؤال، خلينا نغيره. يلا غير السؤال سرحان، ما يعرف هذا السؤال. يلا نشوف سؤال أسهل إن شاء الله سرحان. طبعاً. ونشوفك تعرفه لا. طبعاً، وهذا كله سهل. دولة أفريقية يجري فيها نهر النيل. سهل، يلا. نهر النيل. في أي دولة يجري نهر النيل؟ مصر.
مصر، نعم أحسنتي، السودان، كاتنام، نعم. شوف من سؤال أنا أعرفه مطيطر. إيه بطل. إيه يلا نسمع مشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله. شكرا، تحياتنا. اتصال آخر، أنوار من البصرة. السلام عليكم أنوار. وعليكم السلام. السلام عليكم جميعا. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نعم أنوار خالد، صح؟ صح. يلا قولي لنا بأصف. خامس إعدادي. خامس إعدادي، كل التوفيق والنجاح. خلينا نشوف سؤالنا على الشاشة. سؤال سهل وبسيط، وكل سهل مو بس سهل. شوف إن شاء الله. خلينا نشوف السؤال بعد ثواني قليلة. كم نهر يجري في العراق؟ اثنين، جدرا وثلاث. أحسنتي، إجابة موفقة وصحيحة. عفية عليك أنوار، تفضلي بالمشاركة. طال الصدى بك نوى، أين استقرت يا أبو صالح، أين استقرت يا أبو صالح، إذا البحار سجلت يعني الندى محيجي، إذا الجبال سيرت يعني تراح للسكري، إذا السماء انفطرت معناها شيء صدري، أتعبتني كي تنتهي وياك تولي تقني وعاي. جميل، أحسنتي، بارك الله فيكم. شكرا أصدقائنا على هذه المشاركات الجميلة، كل الشكر والتقدير لكم. واتصال آخر، صديقنا زين العابدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا يا زين العابدين، شلونك؟ زين الحمد لله. إن شاء الله يا ربي دوما زين والحمد لله. قول لنا شنو اسم البابا وأنت بأي صف؟ زين محمود، الصف الثالث. أهلا وسهلا بك، جاهز إن شاء الله أكيد نشوف السؤال؟ نعم. نعم إن شاء الله، والسؤال حيظهر على الشاشة ونشوف السؤال شنو يقول. لون من ألوان العلم العراقي؟ أحمر. أحمر، أحسنت، إجابة صحيحة. يلا نسمع مشاركة، شنو محضر؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العلي العظيم. أحسنت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة الجميلة. عندنا اتصال آخر، مسرة من الناصرية. السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك مسرة؟ زين الحمد لله. ان شاء الله دوم الزينه والحمد لله. ما صار ابين عليك متحمسه، قول لنا شنو اسم البابا عن مود نروح للسؤال. مسره اسعد. يلا مسره، خلينا نروح ونشوف السؤال. هسه يجينا السؤال. فاكهه تكثر في الشتاء، اعطيني احد الفواكه الشتويه. برتقال. صحيح عليك. سنتي يا وردة، وهسا سمعينا مشاركتك. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدد، يحسب أن ماله أخلد، كلا ليبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ثم عليهم موصدة في عمد ممدد. صدق الله العلي العظيم. شكرا لاتصالك يا وردة. ما شاء الله، أحسنتم. مدي مدي. نعم سبحان. نعطوني جائزة. حلو، مبارك لك. اي كأحسن مدرب لانطاد المظلين. حلو، انطاد المظلين. مدرب شنو سرحان؟ انطاد المظلين. انطاد يعني هاي شنو انطاد؟ يعني بعض. شوفوا انا اجيب ذولي متدربين. حلو، نصعد به بالهاري كورتر. حلو، هاري كورتر. اي ونصعد فوق. مدرب نصعد فوق. ايه هذا دم 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 هالتياره. زين، وبعدين نبدا شنو؟ ادربهم. شلون ادربهم؟ انا اقول لك. ايه؟ اقول له انا على ارتفاع 500 متر. ايه؟ بعدين اقول لهم نقفز. حلو. اول 250 متر نفتح المظله. اول 200. حلو. اي اذا ما فتحت المظله الاولى. ايه؟ راح نفتح المظله الثانيه بعد 150 متر اخرى. اها. ايش قد ضل 250 و150؟ 150 400. زين. واذا ما فتحت الثانيه وراء 20 متر. ايه؟ نفتح الثالثة. حلو.
زين سألني واحد من المتدربين قال لي استاذ واذا ما انفتحت الثالثة قلت له قد بقى قال لي بقى 80 متر قلت له شيت هيك شيت ما شك صارت قريبة شلون يعني كمدرب انتقاد ما شاء الله عليك متدرب انت ها فول بالتدريب اي راح اروح ما ادري انا دربك انت انتقاد لا شكرا شكرا اصلا ما احب العلو انتقاد المطلين اي انتقاد وش اسمه ما ادري انتقاد شنو ما ادري اني سامع بيها مرحبا بكم أصدقائي الأطفال أنا صديقتكم البومة الحكيمة بو يسعدني أن أكون معكم في مزرعة الجزر فما رأيكم اليوم لو تأتون وتجلسون بقربي يا أحبائي وتستمعون إلى حكاية جميلة وجديدة هيا بو في هذا اليوم سنحكي حكاية مزرعة الجزر في إحدى القرى الجميلة كان رجل بخيل يملك حقلا يزرع فيه الجزر الحقل مليء بالجزر ولم يذق أحد طعم الجزر ولم يجرؤ أحد على الاقتراب منه وأصبح الجزر ناضجا فرحت الأرانب بالجزر وعندما اقتربت من حقل الجزر رأت كلب حراسة وسط الحقل صح أحد الأرانب إنه كلب حراسة احذروا وصاح أرنب آخر احذروا سوف يمسك بنا وصاح أرنب آخر احذروا لا تعرضوا أنفسكم للخطر خافت الأرانب وهربت وفي اليوم الثاني استيقظت الأرانب مبكرا كعادتها وذهبت إلى حقل الجزر فقال أحدها هيا قبل أن يصل كلب الحراسة قصدت الأرانب حقل الجزر ولكنها فوجئت بالكلب نائما نوما عميقا لم تجرؤ الأرانب على دخول حقل الجزر ولكنها ظلت تراقبه عن بعد ومرت دقائق لكن الكلب الحارس لم يتحرك من مكانه أبدا قال أرنب ذكي إنه نائم أظن أنه متعب وقال أرنب جريء آخر سأكشف الآن أمره ذهب الأرنب نحوه واقترب منه ثم راح يقترب منه على حذر ضحك في نفسه وقال إنه نائم ومتعب وخاطبه ساخرة أيها الحارس لماذا لم تمسك بي؟ عندما شاهدت الأرانب ذلك راحت تهمس بينها إنه نائم ودخلت إلى المزرعة بغلسة حتى لا يستيقظ الكلب بدأوا بأكل الجزر بعدها استيقظ البخيل صاحب المزرعة وشاهد الأرانب قد دمروا المزرعة وأكلوا الجزر فركض باتجاههم وهو يحمل بندقية ويطلق النار عليهم هربت الأرانب من الحقل بعيدا ووصل الرجل البخيل إلى المزرعة ولكن بعد فوات الأوان ورأى الرجل البخيل ما جرى بالجزر فشعر بالحزن الشديد نعم يا أصدقائي هل رأيتم ماذا حل بالأرانب؟ إذن سأكمل لكم القصة بعدما أكل الأرانب الجزر يا أصدقائي ندم الرجل كثيرا لأنه حرم نفسه وأسرته من الجزر
فكانت تعرف مصير عقله، وهذا هو مصير البخلاء، إنهم يحرمون أنفسهم والآخرين من التمتع بنعم الله سبحانه وتعالى، فيكون مصيرهم إلى الزوال. إلى اللقاء مع قصة جديدة ومفيدة من هذه السلسلة. أبو عيني تيع مبلا عزاه وتايه بلا كربلا، عيني تيع مبلا عزاه وتايه بلا كربلا. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، أنا أتنفس مجالس وانت بي أدري، أنا وي منبرك عندي الحمد لله عشرة، كل شيء أهوى بكربلاك عايش بهالفطرة، السدرة حبها كيف بابك، كيف بابك اسم باب السدرة، اسم باب السدرة. أنا أتنفس مجالس وانت بي أدري، أنا وي منبرك عندي الحمد لله عشرة، الحمد لله عشرة، كل شيء أهوى بكربلاك عايش بهالفطرة، السدرة حبها كيف بابك اسم باب السدرة، اسم باب السدرة. أعمى في قبلة ضياك وتايه بلا كربلاك مولاي، أعمى في قبلة ضياك وتايه بلا كربلاك. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، كل شي ما أشوف بعيوني مصابك العاميني، مهم يا حسين هن وياك بس خليني، وياك بس خليني، بيتي ما عندي العادي الوادي متوديني، بس يا ابو سجاد كوني بصحنك يدلي، بس يا ابو السجاد كوني بصحنك يدليني، ضايع بغير انتمائك وتايه بلا كربلائك حسين، ضايع بغير انتمائك وتايه بلا كربلاك. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، حيروي بغربة أحس بروحي مدري صاير، نبتعد يومين عنك شن سنة ما زاير، شن سنة ما زاير، الماي من فيضة على قبر
نورك بقى يمك حاير، إلا أنا حيل شوقك من طوب للحاير، من طوب للحاير، أبكي وارتاح بلقاك وتايه بلا كربلاك، أبكي وارتاح بلقاك وتايه بلا كربلاك. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، حضرتك أمي أحسها شما صرت قدامها، شلون أنا أتركها وأدري الجنة تحت أقدامها، الجنة تحت أقدامها، واللواوين اللي بصحنك حيل أحبها دامها، خيام زينب أنا حسها قبل حرقي خيامها، قبل حرقي خيامها، يا العطاء الله عطائك وتايه بلا كربلاك، يا العطاء الله عطاك وتايه بلا كربلاك يا أبا عبد الله. أصدقائي الحلوين بفقرة الأعمال اليدوية، إن شاء الله تعالى اليوم عندنا عمل مميز
حنستخدم به شيء غريب، فخلي نبلش وتعرفون هذا الشيء. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بالعمل. شوفوا يا أصدقائي، أنا هنا محضرة مجموعة من أعواد الأذن، حسوي بيها عمل كلش حلو، فتعالوا اكتشفوا وياي شنو هذا العمل. راح أخذ ذني أعواد الأذن. البداية هنا أحط صمغ هاي الجهة، صمغ من هاي الجهة، حتى الصمغ لا يجف. فراح أخذ أعواد الأذن وأرتبهم بهذا الشكل. حرتبهم على هذا المنوال واحدة بصف واحدة. هذه الطريقة. هسه حتشوفون العمل اللي حيطلع بالأخير أو الشكل. تقريبا عندي 12 عدة اذن، حصفتهم هذه الطريقة. هاخذ هسه هذه عندي ورقة من الاصفر من القلم، حرسم عليهم شكل مستطيل تقريبا. نقص هذا الشكل. فوق الأعواد بين الشكل عندكم صح. بس عندي هنا ذني أوراق صغيرة اللي حيمثلون الباب والشباك. بالضبط يا أصدقائي، هذا هو بيت سويناه من أعواد الأذن. هنا الباب، هذا هنا حلصق الشباك، هاخذ قلم أسود بس أرسم تفاصيل الشباك. هذا الطريق. هسه يا أصدقائي راح أخذ قلم لون أبيض هنا وحرسم من هذا البيت خطوط. يا ترى شنو ذن الخطوط؟ هسه هنعرف سوية. هذا الشكل. زين، هسه عندي هنا سبع دوائر بألوان مختلفة كلياتهم نفس الحجم. اللي حسوي شنو؟ هاخذ الدائرة وأطويها بالوسط. كل الدوائر حطويهم بنفس الطريقة.
أخذ ذوري الدوائر وألصق واحدة بالثانية، يعني أخذت هذه دائرة سمق منها جهة واحدة، ألصق بها دائرة ثانية، ألصقها بطريقة صحيحة مضبوطة تشكل الدائرة الثانية، هنا أحط صمغ من جهة واحدة هذه الدائرة الأخيرة بهذه الطريقة. زين هسه حنفتح الدوائر هذه، هسه بعدنا هذا الشكل اللي حنسويه أصدقائي، بس خلينا نعدله، حنلصق هذا الشكل على هذه الخطوط ويعتبر هذا كأنه منطاد. هذه الطريقة اللمسات الأخيرة يا أصدقائي، حأخذ هذا الورق الأبيض حرسم عليه غيوم، أنا رسم غيوم بس خلي أطوخها، هقص هذه الغيوم شوية، قص الغيوم مزعج نوعا ما، لأنه تعرفون شكلها شلون هو بيه هواي انحرافات، حتى نجيب الشكل مضبوط لازم نقص بشكل مضبوط. هذه الغيمة الأولى، الغيمة الثانية، طبعا يوم سرحان ذكرنا عن المنطاد، هو المنطاد هذا هو اللي يصعدون به الناس ويطيرون، بينما اللي يهبطون به من الطائرة ما يسمى منطاد، حقيقة هو يعني يسمى هبوط من الطائرة، بس ما أعتقد يسمى منطاد. هنا هلصق الغيوم، هذه الغيمة الثانية، ويكون انتهى العمل اللي استخدمنا بي اليوم شيء غريب واللي هو أعواد الأذن. هذا هو عملنا يا أصدقائي، أتمنى يكون عجبكم ويكون سهل وتجربونه بالبيت. نعم حياكم الله. شكرا شكرا جزيلا معصوم على هذا العمل الجميل. شكرا لك يا سرحان. انه يسعول الانتطاد من المظله. انتطاد من المظله. اسمها منطاد لها مظله. يا امي انت اختارته. هاي من جيتون انتطاد. لا هذا مظله مو؟ لا هي مظله. اي بس هذا ينط انتطاد. انتطاد ينط. ما شاء الله اسم جديد.
قفز، قول قفز وبه. ها هي ها؟ قول قفز وخلصها. اي الاقتفاز، الاقتفاز قفز قفز بس لازم يلوزها شويه. اي الفقس من من لا لا من المظلة. لا لا القفز، القفز. اي اي هو القفز. قاف 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 انه فاء فاء زال. ثلاث حروف هم. قفز فقس. لا قفز. ايه تجرب انه من الاقتفاز من المظلة. لا القفز من المظلة. ها القفز من المظلة مو من المظلة. اذا قفز من المظلة راح يوقع يموت. القفز بالمظلة. القفز بالمظلة حلو. ايه انه كنت نجي القرعة بعد. يلا يا الله بسم الله يا الله اللهم صل على محمد وال محمد. خلينا نخلط الاسماء، نخلطها من يسار فوق. اعلمكم ما تعرفون. اي صح صح الله يساعدك علينا يا اخي بصراحه. بالامتحانات ادرسكم، بالهذا اعلمكم شنو تعرف. يا الله من فاز؟ والان عندنا ورقتين، ناخذ ورقه واحده. نعم هي فاطمه حسين من كربلاء المقدسه. مبارك لك يا فاطمه، كل التوفيق والنجاح يا ربي لكم ولكل الأصدقاء إن شاء الله. لاستلام الجائزة صديقتنا فاطمة توجهون لمدينة نورتي أملاك السياحية في محافظة كربلاء المقدسة لاستلام كارت من بوابة المدينة، وبعد استلام الكارت تقدرون تتوجهون تستمتعون بالألعاب الجميلة والأماكن الرائعة داخل المدينة الجميلة نورتي أملاك السياحية. شكرا لكم، شكرا لكل الأصدقاء اللي اتصلوا، وشكرا للأصدقاء اللي ما قدروا يتصلون. إن شاء الله بالأيام الجاية إن شاء الله. أصدقائنا إلى هنا انتهت حلقتنا هذا اليوم، عمل اللقاء بكم يعني من فاز؟ لحظة فاطمة حسين شو خلي تشوفه؟ اي فاطمة حسين كربلاء المقدسة. تفضلي. هذا اسم، هذا موقع انت شنو تعرف؟ انت تقراه يعني تعرف تقراه سبحان؟ اي هو قفز انت ما تقولها صح. اي هو اقتفاز من المظلة. لا قفز والله قفز من المظلة يعني هذا هيك يتشيد. اي يعني هو هيك بالطيارة و اي صح بتشيد والهليكوبتر. زين هي تخوف، انت جربتها؟ جربتها؟ طبعا ما خفيت. لا طبعا انا اخاف، ما جربت انا بس ادربهم. ها شلون تدربهم اذا تبي مجربها اصلا؟ هم خطيه قلت لهم تيتو تيتو ونسيت اعطيهم المظلات. خطيه شو اعطوك؟ اي قلت ورا طياك خطيه. اي اي هم اساس يدورون عليهم. اقول لكم اذا مظله ماكو ما عليهم شيء. لا طبعا ما عليهم شيء ابد، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. يعني الحمد لله يعني ان شاء الله نتمنى لهم السلامة، نتمنى لهم السلامة. يا رب امين. هي 500 متر مو هاي. لا مو هاي. يلا هذا ولا عاد الى هنا انتهت حلقتنا هذا اليوم، على امل اللقاء بكم حلقة جديدة ان شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.